أتمنى أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى بسيطة كتير من درجة من مقام العجم أو الميجر. أنا اخترت الأف أو الفا وعجم العجم اللي هو F G A B flat أو C بمول C D E F. والكوردات المستعملة هي الكورد الواحد اللي هو الاف او الفا، والكورد بنعمل زي ما قلت من قبل بالسكيل او بالسلم الموسيقي الدرجة الاولى والثالثة والخامسة. سو اف A C فا لا دو، والدرجة الرابعة طبعا لانه العود مدوزن عندي دو لا دو، فما عنديش كل الكورد لكن عندي نوتين من ال C بمول كورد او ال B فلات اللي هو صوت الدرجة الاولى. بس لما بدي ابدا الكورد ما ببدا من كود العود، ما بطلع صوت مزبوط من الاف، والبي من البي، والدو او السي من السي، اللي هو يعني سي سي، وبترك دي اي اف جي تدرب على 1 4 5 اللي هو F B flat C F. وهاي الكورد تتلعب اسهل على جيتار، لكن لانه احنا قلتنا عود بنحاول نطور بعض الكوردات ولو مش كاملة، جزء من الكورد للعود. فلحن غايتي وهدفي ببساطة من الدرجة الثالثة من الـ A كمان مرة. الإيقاع لأنه الإيقاع أيوب أو جيبسي أو أيوب بالعربي، وبلعب نفس الشيء بالكورد. خارجة عن السكيل تبعت الفا، هاي كتير انا شفت ناس بتقولها غلط اذا من ناحية اللحن الاساسي اللي هي مبارك مبارك اسمك يا الله. بيكون
اللي ليك خد درجة الرابعة. اسمك الأجل كرامة واحترام بدل أشكل في العود لازم أعرف اللحن الأساسي، حفظت اللحن الأساسي، فباجي الجملة جملة. سهل كتير، بعمل سلايد من البي فلات للسي بدل ما اعمل اللي هو الوتر اللي تحته على طول، فالسلايد لنفس النوتة اللي هي الدو او سي. أتمنى يكون الفيديو ساعد شوي، رد على السؤال الأخ اللي طلب بعزف غايتي وهدفي على العود. الرب يبارككم، وأنا بستنى إذا بقدر أساعد في أي شيء تاني. سلام المسيح.